واتساب بتري، مرحبا بكم في فلوج جديد. هذا هو الفلوج مده شهرين ومع 3 شهور، بدا لكم فيديوهات صغار صغار صغار. المهم ما نجبرهم شي حاجه. كيفاش شفتوا الناس اللي كاينين في انستغرام تلقاو هنا اللي ما كاينينش في انستغرام. الله ينزل ثلاثه كتحلات في المزار، واحد ستوند كاين تماك اللي ماشي تاع النهار مش تاع يوم، راه غادي يبقى ان شاء الله مده. هذا الكوليكسيون الجديده اللي كتشوفوها، الكوليكسيون الجايه تاع هي تقدروا تلقاوها ديما تماك بلي ريدكسيون بكلشي. دونك ما نكرهش تمشيو تربط ماشي طلا ورتو لي الخبار او ميم طون باش تشوفوا لا كاليتي قدامينيكم، حيت شحال من واحد كيطري كيشري شي مارك تلقى الكاليتي ميتة. دونك لافونتاج عندكم هما تمشيو تما كتشوفوا الكاليتي ديال تيسيو، تشوفوا الستيل اللي بغيتو، لي طاي واش قدكم ولا ماشي قدكم. هذا ما كان الدراري اليوم غادي نمشيو غادي نترينيو ان شاء الله مع سيمو، ما لا ما في خباري غادي نترينيو كتاف، نزال القزيز هذا هو الاول باش نترينيو وياه. غادي ندير واحد الفيديو ان شاء الله بلايفون تاع الموتيفاسيون شويه خلطه. المهم نحاولوا نعمروا فلوق من هنا من هنا باش نقادوا فلوق ونرجعوا لي فلوق ان شاء الله. من بعد عندي كوتشينغ بريفي في زونفيت، وهي هذيك نوريكم زونفيت كيفاش ولات، راه داروا ليكستنسيون ولات كبيره بزاف دوبلات. دونك كاينه هذا ما كان الدراري، خليكم معكم في الفلوق. بيس مايك. السلام عليك خونا، كي جير؟ هانيا مزيان فين اخويا؟ لا سلا شنو؟ اخويا اش بغيت نقول لك؟ الله يخرج هاد الحصه بخير وعلى خير. الله ما ماشي دا اليوم عجيري؟ لا اخويا كنت شي فات زوا كيسو معاهم تريسبس ياك؟ ما فراسيش اسي طلع صلاح غادي تدز رصاهم تلوخ. سميتو ولا ما سميتوش؟ اوكي ايوا المهم الدراري اليوم راه غادي ندير انا وسيمو واحد الفيديو بلايفون تاع الموتيفاسيون، غادي يكون في وسط هاد الشيء تنقول عليه تاع الكتاف والتريسيبس. المونتاج تاعو غادي يكون بلايفون، يعني الدراري هبطوا عليه الخبر باش الا عجبتكم القصه ديالها مزيان نعطيكم باش نجي شي نقول كلشي باش تنتوما ديك زوج. الا كنتو كديروا المونتاج والتصوير بلايفون راه الوقت ديالكم بيولي دغيا دغيا، تخرجوا غارات ديروا فيديوهات اكثر بروديسيو اكثر. هذا ما كان زيد الصدى خويا، السلام عليكم. إذا ما تري في بنان ترينيو فايت كنت نكوتشي فيها ولكن دابا ما بقيتش، دابا في بريفي انا وسيمو حنا هابطين بتريني بنا مجيد، ماشي حنا اللي غنقادو البروغرام، دونك البروغرام تاع سي مجيد مال دراك. هذا ما كان عاي فايا 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 سالينا الدراري سيونس سيمو ويلك الا بغيت نشوف مالك كيبقاو كتافك. الله الله تلقات جهه جير اشي بال اشي بال اللي كتعطي في حاجه تصحى لنا شويه. هذا هو اللوغو ديالو صا ناس وي يقول لكم اش كاين وكيما شفتوا الفيديو تاعي داز الناس جاب الجير تبارك الله عليك اصاحبي ما حفظت ليها شريتو. المهم ما صورناش لابور اوزي دروينغ و الفا سيمولاتور العاجيه بريزالتور، دونك زيدو عندكم نتوما سوبر سات في الاخر. كل اكزرسيس دير فيه واحد 15 12 10 4 سيري
هذا ما كان الدراري جربوا مرطوم عليه الخضار دابا نمشيو نقصيو حنايا راه فيها الجوع وباقي نجي كليون الدروك اثنين داز زوين داز سهل واخا باقي ما ساليناش ونخليكم مع الكماله الدراري الفلوق هو غادي تعمر احنا غادي نرجعوا للفلوق دقه دقه سيمو سلم على عباد الله بيس بيس خي كالا واو ماشي مشكله ناخذ الكار من هنايا اليوم ليمون سلطه صغيرة شوية طيبة في الزيت ولكن مش مشكل 2 hours later شوف جنة مش تعود كجير معاك الزمان كجير معاك الزمان كجير معاك الزمان كجير معاك الزمان كجير معاك الصباح واش باقي الصباح ولا العشية العشية دابا زوا صاف مزيانة اليوم كاع ما تنساوش خي ما عجبا نكون راجي الدراري كما قلت لكم ديك ليكستونسيون هنايا كيف ما شفت الدراري ليكستونسيون لي زادو حنا عندنا دابا الكوتشينغ بريفي السروال الله ينزداو ما تنساوش اي بيس وما الدراري هنا كاين اسطونت ايوا بابا كاين هنايا خويا مسمو داك كاين في المزار ما بقاش مع الدخله كيف ما كتعرفوا الدخله من جهه ميكاراما يعني اليمن اون فوا كتخرج تلقى هي الاولى الصون الاولانيه كاين تما ولا ما كاينينش بزاف تاع لي ستون جيو لهنا راه كاين لي ريدكسيون كيقول شي موان 10% موان 20% لي بغيتو كوليكسيون الاخرانيه كوليكسيون جديده كاع لي كوليكسيون كاينين هنايا كيف ما شفتوا هذا مكان الدراري بيس هذا هما البويدات ديال تناقش فيهم البيزنس اللي عباد هاي البيزنس مان قلت لكم شحال خصك غور جايين في الطريق ان شاء الله خصك غور ولكن هذا البيزنس مان سالينا النهار الدراري وسالينا الفلوق نتمنى يكون عجبكم الفلوق بزاف المهم دوزنا نهار وصورنا درنا الماكسيموم اللي قدرنا نديرو نتمنى تكونوا استفدتوا شويه كيف ما قلت لكم لي زيزيس راه فهمتكم اش ديروا اليوم فاش كنت مسيمو هذا ما كان الدراري ضروري من الابس اند داونز يعني ضروري ما يكون واحد النهار هاد النهار طالع شهر شهرين هابطين ثلاث شهور طالعين دونك جيما وجدوا اليوم مالوغوزمون هاد اليمات هادو اللي كانوا عندي داونز يعني بزاف الحوايج ما خلاونيش ندير لي فلوق دابا راني حاولت نرجع والحمد لله حنا رجعنا نتمنى يكون عجبكم هاد الدرين فلوق الله يزاد لاجيكس بالنسبه للناس اللي بغاو يتخداو هاد لي بيس هادو وبزاف ديال الحوايج كاينين في السيت ويب غنخليهم تصب هنايا الكود تاعو راه مكتوب لتحت ما تنساوش ديروا الكود على خاطر واحد الريدكسيون تاع 10% غتعاون لكم بزاف اللي بغى اونلاين كوتشينغ ولا بغى كوتشينغ بريفي ولكن غير في مراكش تقبضوا تفطروا لها ايميل ها هي الايميل ديالي تاعو غنخليه هنايا و حتى شي كيسيون هكا عندكم ولا شي حاجه صيفطوا لي في انستغرام انا راه مع اي واحد والناس اللي كيعرفوني في انستغرام راه عارفني بلي راه كنجاوب اي واحد فوق ما فاش ما ما عنديش مشكل المهم هو التعاون مع الناس ولا كان عندي شي حاجه ما نقول كنقولها مع الناس الا عجبكم الفلوق ما تنساوش تبارطاجيو وديرو جيم وعلى شنو جد خليكم مع الفلوق الجاي بيس